يقول: هل يجوز أن تقول البنت لأمها يا بنتي؟ يعني البنت تقول لأمها يا بنتي، إذا كانت تدللها والأم تسعد بذلك، فهناك أمهات إذا قلت لها يا حجة يا كبيرة السن ممكن تعمل مشكلة. فأحيانا البنت ترى أن سعادة أمها في أن تصغر سنها، أن تصغر سنها، فترى أن أمها تنبسط إذا قالت لها يا بنتي. وهكذا شأن النساء. يعني حصلت مشكلة كبيرة مرة، واحد من إخوانكم قال لسيدة كبيرة السن: أيتها العجوز رفقا لا تسرعي. قالت: عجوز يا ابن. المهم ما هي عجوز، كيف تفهم المعلومة؟ تأتيها بكتاب الله. قالت سارة: يا ويلتى آلد وأنا عجوز. ما خلاص المسألة أغلقت. فالنسوة النساء يحببن أن يكون السن صغيرا. ومن اللطائف التي تقال: لا تسأل المرأة عن وزنها ولا عن سنها ولا عن إثالث، اسأل زوجتك لا عن سن ولا عن وزن. ما اسألها بقى يتجاوبك. فإذا كان على سبيل المداعبة وإدخال السرور على الأم وهي لا تحزن بذلك كالخطاب العام الذي، فحينئذ لا مانع. أما إذا كان على سبيل الإهانة لا يجوز أبدا. هل الشغل في أمن الفنادق جائز؟ الشركات جائز. حديث دخول السوق، دعاء دخول السوق ضعيف جدا. قل: كيف يزداد الدين والإيمان في مصر بلدي وفي أنحاء العالم؟ انشر العلم، علم الناس سنة الرسول، كل ما تستطيع أن تبذل ابذل، انشر أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، علم الناس سنة النبي، كن سيرة حسنة بسلوكك وبنشرك للعلم الشرعي وبالتذكير بالطاعة. نعم، حديث دعاء دخول السوق، من قال حين يدخل السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة وحط عنه 1000000 خطيئة، حديث ضعيف جدا. نعم، قد حسنه بعض أهل العلم متوهمين أمرا، وهو أن السند فيه رجل اسمه عمرو بن دينار، فظنه عمرو بن دينار الثقة، ولكن الصحيح أنه عمرو بن دينار المنسوب بكهرمان آل الزبير، وهذا الرجل ضعيف جدا. فعمرو بن دينار اثنان: واحد عمرو بن دينار المكي الثقة المشهور من رواة البخاري ومسلم، وعمرو بن دينار كهرمان آل الزبير تالف الحديث، وهو عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير كما قد نص عليه في بعض الطرق. لا، عموما أي دعاء ما نزل منزلا. نعم، الأمن، وقوفك حراسة على في أمن الفنادق. أنت تسأل عن جواز العمل، يجوز العمل، يجوز كحارس أمن، كحارس أمن على الفندق جائز. لكن سألت هل غيره أولى منه؟ نعم، غيره أنفع منه، لكن كعمل جائز. صحيح. نعم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. صحيح أيضا. الشقة الإيجار القديم إذا أردت تركها هل لي أن أخذ مبلغا؟ ليس لك شيء. وهذه القوانين الباطلة التي سنها جمال بن عبد الناصر لن تنفعك عند الله.
فقضاء الدنيا سيعاد النظر فيه في الآخرة. والنبي يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبله إن شاء رده. فحرام أن تأخذ شيئا من صاحب المنزل، ولا تغتر بالقوانين الوضعية التي تمكنك من أن تأخذ شيئا منه، فرب المنزل لا يدفع لك بنفس طيبة، إنما يريد أن يخرجك، هو يريد بيته وأنت تصر على البقاء فيه، فأنت مغتصب، أنت مغتصب. نعم، لا، من اللي قال العقد شريعة المخالدين؟ لا، العقد لابد أن يخضع للشرع. ثم إنني لما أجرت لك الإجارات القديمة كان من حقي أن أخرجك في أي وقت. جاءت الحكومة، حكومة الثورة الأولى، ثبتت وقالت من سكن منزلا لا يخرج منه، الأنظمة الشيوعية والاشتراكية، ومن سكن أرضا لا يخرج منها، استأجر أرضا. فكانوا في الفلاحين عندنا، أنت لك 5 فدادين أرض مؤجرهم لفلاح بالسنة، الفلاح ينام عليهم خلاص لن أخرج، القانون يساعدني. وبعدين يساومك يقول لك سيب لي نصف الأرض وأنا أتنازل لك عن النصف الباقي من جراء القانون الباطل. فمن مبادئ الثورة المصرية الأولى التي تدرس في المدارس مبادئ باطلة غاية البطلان، منها مشروع التأميم. أنت لك مصنع اجتنيته بعرقك، بنيته وسعيت فيه بكدك واجتهادك، على أي أساس تجد تحتل مني المصنع وتطردني وتعيني مديرا للمصنع وبعد سنة تفصلني من العمل؟ أكل أموال الناس بالباطل من جراء الاشتراكية الماكرة الملعونة، اشتراكية والديمقراطية والشيوعية والماركسية، كلها مذاهب هدامة ضلة والعياذ بالله. نعم، اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. لا، العقود إذا أنت نصيت في العقد، إذا أنا قررت في العقد أنا فلان استأجرت من فلان الشقة لمدة 5 سنين، صح كده؟ لكن الأول كان إيجار مفتوح، لي الحق أن أمشي، ولك الحق أن تمشي. لكن إذا أنا الآن أجرت لك 5 سنوات وأنت يا مستأجر أردت أن تخرج، من حقي أطالبك بإيجار 5 سنوات حتى لو أنت خرجت بعد شهر، من حقي قضاء ممكن أطالبك بكده شرعا. لو كانت العقد، لو كان منصوص في العقد أنك يا زيد استأجرت من عمرو بيتا لمدة 5 سنوات ستلزم بإمضاء الإجارة، كلا الطرفين ملزم. لكن الأول ما كانش كده، الأول كان الإيجار مفتوح، يعني من حق أي طرف أنه يفسخ العقد. أنا من حقي أن أنا أترك لك البيت وأمشي، وأنت من حقك تخرجني. جاء القانون فجأة وقال الذي استأجر شيئا لا يخرج منه إلا باختياره، فظلم الملاك، ظلم الملاك. وأصبح الآن من المؤسف المخزي، يعني أنا دخلت في حل مشكلة، رجل مأجر لرجل شقة ب17 جنيه، 17 جنيه، وكتب شقة واسعة 5 غرف، وكتبين في عقد الإيجار أن الماء والكهرباء مسؤولية البيت، صاحب البيت. فأصبح صاحب البيت الآن بيدفع 150 جنيه شهريا للمستأجر من أجل القانون الباطل هذا. وأنت تريد أن تخرج تقول ادفع لي، تدفع لي كم؟ أنت حرامي، ادفع لك كم؟ ده أنت حرامي. ويأتي الورثة يتشاجرون، احنا لنا شقة إيجار قديم وأبونا مات، كلهم يتنافس كي يسرق، يعني يتنافسون في المال المغصوب. البنت تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا أنا زي زيك، تريد أن تسرق مثل أخيها من مال المالك. أما إذا أنا وأنت كتبنا عقدا الآن منصوص فيه أنني أستأجر منك شقة لمدة 10 سنوات، أنا وأنت ملزمان به بس. لا، إذا تراضيتما على الخروج خلاص، لكن لو هو تمسك وقال أنت ضيعت علي فرص تأجير
له أن يمضي العقد. ذلك مثلا في دولة مثلا كالسعودية، أنت وقعت معي عقدا لمدة سنة على الشقة ودفعت لي الإيجار أو نصف الإيجار وأردت أن تخرج بعد شهر، ملزم بسداد المبلغ إلا إذا أنا عفوت عنك. خدت بالك؟ ما احنا جاوبنا أول المسألة، لو أنت كنت تسمع لا فهمت. إذا المدة 10 سنوات وأراد الطرفان أن يتخارجا بالتراضي يمضي لهما ما أراد، لكن لو أنت صاحب البيت وأنا كاتب في العقد 10 سنين قلت له اخرج الآن ليس من حقك. إذا قلت له اخرج وهديك 10,000 جنيه من حقي أنا أخذها. لكن الصورة التي تمشي في مصر صورة ماذا؟ إيجار كان عقد مفتوح، ألزم فجأة المالك بأن يزعن للقانون، وما كان عند التأجير ينوي هذا. قال غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ مستحب عند الجمهور. ما أحكام صلاة الغائب؟ صلاة الغائب للعلماء فيها 3 أقوال شهيرة. القول الأول قول مالك لا يصلى على أي غائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. القول الثاني قول الشافعي يصلى على كل غائب صلي عليه أم لم يصلى عليه. القول الثالث الغائب الذي صلي عليه في بلدي لا نصلي عليه، والذي لم يصلى عليه نصلي عليه. مستند الجميع حديث واحد، حديث النجاشي، النبي صلى على النجاشي إذ كان غائبا. فالإمام الشافعي قال لما صلى النبي على النجاشي جاز لنا أن نصلي على كل غائب. قال والصلاة عمل بر، صلاة عمل بر ولم ينهى النبي عنها. المالكية قالوا الصلاة على النجاشي خاصة بالنبي وخاصة بالنجاشي. ابن تيمية والخطابي وغيرهما قالوا النجاشي لم يصلى عليه في بلده فصلى النبي عليه. هذه تفصيلات أقوال العلماء في المسألة، لكن الذي يحدث الآن يصلون على أصحاب الوجهات فقط. يعني المسجد من دأبه أن يصل ألا يصلي على الغائب، لكن إذا جاء واحد له قيمة وزير ولا رئيس ولا ملك ولا أمير ولا أي شيء يخصونه بالصلاة عليه. طيب لماذا؟ هذا الذي يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. فإذا كان من عادة مسجدكم أن يصلى على الغائبين صليتم على الغائبين، إذا كان من عادته ألا يصلي على الغائبين تركتم الصلاة على الغائبين. الذي يريد أن يصلي بمفرده يصلي بمفرده إن رأى رأي الشافعي في الصلاة على الغائب. الكلام واضح؟ بس وياكم. العقد 59 سنة جائز عادي، بس تنص عليه أنت وهو، لأن ممكن تثبت في العقد ما تشاء، لكن إذا كان في بند يخالف أمر الله وأمر رسوله يحذف. إذا كان في شيء يخالف فالكلمة المطلقة العقد شريعة المتعاقدين لا، إلا عقدا أحل حراما أو حرم حلال. أفرض أنا اتفقت معك على أنك تورد لي خمر وكتبنا عقد، هل أنت تلزم به؟ لا تلزم به، لأن العقد فيه هنا خلل. فالإطلاق في قولهم العقد شريعة المتعاقدين لا، ليس على إطلاق، لابد أن ننظر إلى بنود العقد. ولا أنت الآن تذهب تشتري سيارة من بنك فيها بنود ربوية والصورة صورة عقد، هل أقول هذه ملزمة أو أن العقد يعرض على الشريعة؟ فالإطلاق في قولهم العقد شريعة المتعاقدين ليس بصحيح، إنما الكتاب والسنة شريعة المتعاقدين. نعم أخلص بس الأسئلة اللي معي لأن لهم حق. ما حكم الذكر بالقلب؟ هو يسمى ذكر في النفس لكن أجره ليس كالذكر باللسان. هل يجوز في أن تكون المرأة أكبر من الرجل في الزواج؟ يجوز.
الرسول تزوج خديجة تكبره بعامين، لا عفوا تكبره بعدة أعوام، ومتزوجة قبله برجلين للعفة. فننصح إخواننا الشباب بالمبادرة بالزواج، وينصح أولياء الأمور بتسهيل أمر الزواج دفعا لفتنة النساء. فمن أعظم أسباب دفع فتنة النساء المبادرة بالزواج امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فبدلا من أن تمكث 10 سنين تجمع في أشياء لا فائدة فيها، غرفة صفرة تجلس لك سنة تحوش في ثمن غرفة الصفرة، تجيب النيش وما أدراك ما النيش، نيش ملوش أي لازمة، ويكلفك سنة تجميع فلوس من أجل كوبايات تنكسر زينة. التلاجة مطلوبة مش مشكلة. فالمهم بادر أنت متزوج؟ الله يزوجك زوجة صالحة. لكن أنت ما أجبتني، لن نحسدك، الله يبارك لك إن كنت لم تتزوج، الله يعينك. في حديث يقول: شراركم عزابكم، لكنه ضعيف، ضعيف جدا، ضعيف جدا. هل الأحاديث التي وردت في صورة الدخان وياسين والكهف ثابتة؟ ليست بثابتة. كيف أرقي أطفالي الصغار بالمعوذتين؟ تدفل في يديك وتقرأ وتمسح رأسهما وجسمهما. ما قوله الله أحد. هل إذا أذن الأذان في مجلس علم ولا يصل إلينا صوت الأذان هل نكمل المجلس أم نردد وراء الهواتف المحمولة؟ كل جائز. الذي بعث سؤالا يقول: يحكم الحجاز رجل اسمه على إلى آخره، هذا كلام مكذوب على الرسول ولا يجوز نشره. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخ اسمه أحمد حسان يا جماعة.